قام. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. على سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا عظيم بحمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحانك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت لا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له النعمة وله الفضل. لا إله إلا الله والحمد لله. اللهم أنت على ذكرك. اللهم قني عذابك يوم الثبات. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. تعلم فيك خير وإن شاء الله خير. قبل الفجر. على حرف ال زين اللي هي ايش؟ اي اللي هي طال عمرك الجلسات الجلسه حلوه زي كذا. ايه والثانيه سكرها جلسه ارضيه.
انت وين بتحطه بالضبط؟ شوف اسمعني، يعني زي كذا، شفت هذه ال والثانيه ايه؟ ال جلسات ارضيه حلوه مره، ايش رايك؟ ممتازه زين حلوه. بس هل الجلسات الارضيه لها التكيه اللي لها؟ عفا عليك، ممتاز عفا عليك، خلاص احلى شيء. وذي هذه اللي اسمها كبار ايه؟ اللي اسمها الكنب لها طاولات. يا سلام، لا خلاص كذا مليون بالمية. ها؟ ما خلاص مرة بحط ضبطي كذا الجلسات وال أرضي. في ناس تبي تجلس في الأرض ما تبي على الكراسي. إيه. بس إيه المكان وين؟ واسمع. إيه. وفيها وفي أروقة رواق. أنا والله الرواق أقول ما نحتاجه لأن بينقص. اسمعني ونبغى ناخذ بنضبطها تضبيط ما في كلام. نبغى ناخذ الورود هذه اللي فيها سمينة. إيه. ونحطها عند مركزنا. يا سلام. يا سلام، حلو. عاد تدري شو اسمه الرواق وين نحطه؟ ها؟ كان وراء الجلسه المركاز. تعال تعال شو ها؟ تبي تروح شوف؟ تعال من سلمى. ارحب مليون يا ابن عمره، في كثير منك محزن. سلمى اليوم عندنا المطبخ، نبغى نفطر فطور كفو. تعال خلينا نشوف. امشي خالد. وين وين ولد؟ ولد سلام عليكم. هلا. تعال بس. متعب الرجال. ابتدي معنا امشي. تعال. من باب قهوه ترى. يا جماعتك يا اخوي. نبي عشان نضبط المركز. مركز المبثقين. وتقال اولا. كان عندي شغل والله عشان. شو؟ اجلس. هو شغلك. هسه ماشر جايب لي ذي الوشو بتجرب فيني يعني؟ وشو؟ انا اكله قبل شلون اجرب به؟ والله ما ينكل وراك الاكل. اعطني اياه. بسم الله. اعطني اياه. والله بغيت تروح علي صح؟ انا شوف علي البارح يخم. هذا وش؟ حط في جيب هول. ها؟ هول. شعر الحال ولا وش السالفه؟ انخرج جايبينه جديد زين. بالله صغير تمام في غرسونه. تعال نبي اليوتيوب. لا لا قوة الا بالله. والله ما عاد مره يا ابو حور انت. لا والله ما عاد. لا انتبه. انتبه. راح لكم تدري امس انك فجرت باصبعك جرح جديد؟ امانه توه ملتئم ضعيف. الله شوف ذاك اللي توه وين ما ابو جرح بصبعك. طق ذاك والله يتحداه. ما ابو شيء نص هو بس كذا يالف والناس تصدق. ما شاء الله يا اخوي. هلا شوف هلا شوف لك ابو حسن. ورنا ورنا والله ما قربك. والله ايش حالكم يا الربع؟ الله وصل. ترى واحد منكم ما تعال البارح مبروح. البارح جابر موصي من اللي يرد السلام؟ من يرد بابا؟ بلا هو موصي من براشد. هلا قال اخباركم من براشد؟ طيب ما اعطاني علم. ما رد السلام. ما ادري قال انتم كيف تسلمون بالعربي؟ تو يذكرها اليوم يا مصعد النوم. باذن الله يا ولد الحلقه رايحه قسم بالله يا راس. اوه قشر هالنهار ابو راشد متحلم فيني والله. قشر النهار دام يشوفك انت وعاد خالد اللي جنبك. لا حول ولا قوة. اجل بكم من الان بدي يطق علينا الحين. شلونك؟ انت معنا ولا مع الاسف؟ معي ولا مع الاسف انت؟ مع الاسد. مع الاسف. كيف الاسود وكيف الوضع؟ شو الدخل الطيب البارح؟ والله انت رقدت بدري تعبان باين عليك. وكان عندي شغل. ها؟ قبل النوم شغله وكذا والله يجملنا وانت. شغله وين؟ عندنا يوم الخميس مفاجأة. قبل النوم وين كنت؟ هنا. ايه شغله هنا. تسجيل يعني. انا جاي لقيتك راقد. راقد. وباقي نبغى نرقد. قسم بالله امس ضلوعي ما عاد اقدر شيء.
ايش العلم كلام اليوم؟ ما تابعتهم والله، لا شفت لكم. يقولون بيطولون اللعب. ها؟ يطولون المده. اسمع انا سلفون، اقول لك انتهى البث. البث انتهى. على الفراش. وهنا. ها؟ وهنا. الباب امس امس. امس يوم غثيث. سلام، سلمنا من شرك وذاك. تشكوك انت شفت كلام اليوم انت؟ ها؟ شفت كلام اليوم؟ ابو راشد تعطيني ولا ناخذ شوي منك؟ ما معك لسان ترد على الرجال؟ بهمتك. انت ما معك لسان ترد على الرجال؟ ايش لسان؟ ما درى. اقسم بالله ما شفت شيء. اجلس. كلام اليوم ما ادري ايش قالوا. والله انا ما ادري، والله ما تابعت. ما قفل ما ينومش، لكن انت جبل. انت جبل و صح. ايش قالوا؟ ما ودي اقوم الفتنه وانت ما تعرف. لا والله عادي، وش السالفة؟ عادي اقوم الفتنه. وش السالفة؟ صدق انا غير قاعد. وش شكلك؟ شكلك؟ ايش قالوا؟ مويه امزح انشدكم، وش قالوا امس؟ ترى رجال امس مشغولين، ما في امس مشغولين بما ان اعلان الميزانيه والامور. حسب هاني قال مستحيل هاني يتكلم. لا في شيء امس. في ميزانية بس اشوف الشباب يسولفون. ميزانية والاوسكار. قصدك اللي تقصد مو كلام اليوم، بعد كلام اليوم. وش هو؟ اللي صار اللي بعد كلام اليوم، بعد بالبث. ايوه يقصد ابو حو. وش اللي بعد البث؟ ما شفت. كنت معنا الاجتماع اللي في بيت الحكمة. الا خلاص. طيب وش كانك تتحاكى؟ كفكفة يا اخوي، كفكفة بعدين. كانك تتحاكى وتفصل الموضوع بعدين يا اخوي. انا فصلت الموضوع. انت ليه ما تفصل الموضوع؟ انا افصله. سخرني يا شباب، قفل الموضوع نصيحه. انا رجال كل واحد منهم لسانه ابو راشد. خلاص والله انا بقول على الرجال. ابو راشد رجال يا اخي والله. طيب خلوا الامر مبهم. لا والله ما اعلم، بس ابا يطمن. اسمع، لا لا لا، الامر الله يسعدك. الله يسعدك. صل على النبي. صل على النبي. انت تبغى الامر كذا عادي؟ ما في والله. نعم والله ما تفرق معي انا، بالنسبه لي اقسم بالله انه عادي. بالعكس احس انه شيء حلو. وش اللي بيصير؟ انت تحسب ان هاني وناصر بيسمعون كلامي اذا تكلمت؟ والله يا شباب هم مهووس ولا عليهم مني، وبيمشون بكلامهم ولا يفكرون. خلاص غير الموضوع. والله الموضوع ده ما له شغل. منهم بشغل. قلت له ابغى الجوال. ها؟ يا ابن عمره يا اخي قفل الموضوع خلاص. غريبه يا اخي. ها؟ الموضوع صار تحت البيت خلاص، قفل الموضوع ما له دخل. الله يحييك. الله يحييك يا ابو حور، كاني ما اجلس معك الا انت طال عمرك. الله يحييك المنبذ. الله يحييك عقاب المنبذ. الله يحييك ناديل في مزوج. اسمع والله يا عيال احس بالوقت. مزوج الشيخ. الشاب هذا كله على حساب الشيخ. من هو اللي شغل المكيف؟ ترى ما هو ذنبي اذا الله مبتليكم بحراره في عمرك. اقول من هو اللي شغل المكيف؟ عندكم حليب وقوز؟ حليب ابو زي خلاص خذ راحتك. منو؟ محمد اللي شغل عبد الله ابن جلال. يا اخوي واحد يخلينا انا نرقد مشغل مكيف. شغل مكيف علينا احنا نايمين، مو بصاحي ذا. بر مو تمس لابس بيجامتك. الله يحليك. الله يحلي ايامك. الله يجعل ايامك كلها في خير وسعاده يا بن باغي. الحين عندنا المطبخ نبداك. انت ما ترقد، انا ارقد في المسجد. نبغى نفطر ونروق، تعرف المطبخ الحين كانك خاش لك غزوه. نعم نعم نعم. يا منتصر يا مضروب ثلج. لا والله ومستحيل حتى لو انك فايز ما تطلع بدون اصابات، لازم تطلع مصاب. اي ثلج يا صاح. اي فقره المطبخ صار فقره المطبخ تدخل لازم تطلع مصاب. سواء فزت ولا خسرت تطلع مصاب. حتى سعره ارتفع مره، رفعت البار سامس قدو ب 1700 وما ادري كم. ما شاء الله. لا والله بالله عليك. أيوة. مدري معك انت. معي ابو حصي خويك. من ضدك؟ صدق هذا فريق يا ولد. ايوه عبد الله سعد. وكم كان به؟ كم كان به؟ كان حق بل باربع. ومن تعال من الفريق الثاني؟ عبد الله سعد وسلطان سليم. نعم والله اليوم المطبخ قوي مره. اوه اليوم المطبخ مفروض فيه تيفو، مفروض فيه مدرجات يمين ويسار. بنحضر ان شاء الله. عبد الله سعد ومن اللي معه؟ سلطان السهلي. كلهم طباخين. سلطان يطبخ صح؟ حتى السجن تدري كم؟ 1050. الله اقدح. انا من ال باذق يا ولد، ما في الا قدح للاسبوع. اقدح يا ولد. الأوسكار عندنا والشيخة عندنا وخوينا بالسفارة أقدر. ما شاء الله.
هذه الحين منطلقين منفلتين ان شاء الله يسر محمد عظيم لا ندخل عليه يا شيخ نضربه. لا لا محمد عظيم وين وين تبغى؟ ما انت تبغى نضرب يا ابو راشد؟ محمد عظيم من دون عمره محمد ابو راشد تبغى نضرب متى؟ مو بشرك حال ابو فجر اذا دخلنا على محمد ابو فجر ايش رايك ابو فجر؟ ها؟ ابو فجر نضربه؟ ابو فجر ما لقيت الا ابو فجر يعودون علي ابو راشد يا اخوي الوجه هذا ما هذا جبل جبل انا سميه عدل الروح انا يا اخي فيني طاقه سلبيه طاقه سلبيه وانا قمت الحين وجريتك بشو شك لا هذا يمكن طاقه جاي هنا طاقه سلبيه هذا ما نضربه ما نضربه لا ما نضربه انت طقطق عليك يا يا سلام لا ضرب على العلبه من هذا خليها واحد من الشباب ذا لا نخليه حقل تجارب او حقل تجارب فار بعرف تجارب حقل تجارب حقل تجارب وش ذا يا اخي اول شيء الله يحييك ابو فجر وجيتك هذه غاليه الطاقه السلبيه كيف تخرج اذا عدينا من واحد من ثلاثه سلام ايه الصح واحد اثنين ثلاثه سلام والله يا رجال كنيت انك تعود يا صدري انا موجود الله يبين وجهك مرزوق انت مين تسوي شوي اليوم كيف الشكوكا اجل شيء ثواب وكاتم ان خذ الاكل ببلاش صح يا اخوي يا اخوي هذا اعصابي انا شفت معليش ترى شيخة المنبت اقول والله سواها ببلاش ولا ما سواها ببلاش كلها زي بعضها وش الوضع لا بلا من مثل بعضها لا والله مثل بعضها لا والله ماكلين ماكلين قاعد والله انا ماكلين ماكلين كنت دفعت فلوس ولا غير فلوس لا بعلمكم شيء اثر فيه علم ما احنا ندري به صلاة التشكرات والسلام ويرحم والدينك وبيض الله وجهه الله لا يبيض وجه العدو شو مسوي ابو فجر اليوم متهور قادح ابو فجر لا هو في امور شكوكا اقول انت تبغى تجيب اسمع بي انا صست ويا قلت له ابي وجه العدو شو قلنا احنا قاعدين معك ترى مو ايوه لكن فيها مو ما له وش الاشياء اللي من اول البرنامج اقول لك احنا في اخر البرنامج حاول تحسن الصور وتضبط الامور يا قادح يا قادح ما هو يا قادر يا قادح خلهم يحسون يحسنون الصور اخو الوجه لا تحط فيلم معه ايه يا ابو خلود احنا تدري انه مفيد للجسم يا اخوي ده ما يقولون يا حليب الدهون والله لا لا والله لا الشكشوكه بدون الشكشوكه بدون يا ابن عمرو بدون فلفل يا ابن عمرو يا حبيبي ابو سياره مبادك يا ابن عمرو منبتك تدري قابل منبتك بدون فلفل ادري يا ابن عمرو لا 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 مو بداله تبغى مقلقل انت تسوي بداله لا 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 الشكشوكه بس الشكشوكه قابل منبتك احتز الموت طناخ ورق سموت تراني مزبل لك جبنه تبى اجيب جبنه بيض الله وجهك اقول احتزم يا ابو لا لا ما بي ما بي استر استر صدق اني بقول عمره هلا لقيت همس الرجال ما خاطره رايق ها قادر بلا يلا ليش علمك قال انت مشوي في العسل شيء والله جاني جاني انا راقد جاني لا اسمع فتح الباب علي حق شو اسمه الكم بشرب انا ما اعرف طيب انا تعبت ابو راشد انت قومتني ليش تبي؟ ما ادري ايش جابني عندك. انا راقد، انت جيت لي وقومتني، قلت يا محمد انا ماني بخير من بطني، العسل فيه بلا. والله عورنا بطني. شكل بها شيء بطني يعني؟ في شيء في. بس اخذته امس اكلته ما عاد في شيء. اي خلاص، ما هو ما هي حلق كل شوي. هو يعالج سبحان اللي خلقه الله اكبر. بس يا اخوي طعمه غير عن طعم العسل يحرق هنا بحور. هل هو انواع؟ وطعم يمكن انت متعود على عسل معين اي بالله هذا السدر درجه الاولى يا اخي يا سلام يحرق هنا في حراره لا في اللي اقل منه شوي الظاهر ما يحرق بس نزل هذا السدر اللي احنا شيء يعني حتى ولا يفوتك هو وش غير السدر وش تذكرون اللي جبته لكم من عند امي الله يا زين هذاك حلو لا ذاك غامق غامق صح اي ذاك وشو قلت له سنه من العام ونفسه سدر؟ نفسه سبحان الله اي والله يا زين ذيك الايام يوم حنا ناكل في اسمه في الخبز بالدواء الله لا يحييك الله يحييك يا ابو والله يا ابو حور اللي انقطع من عدل عليك انه مالك دور والله بنشكي فاطمه امشي بس ساعه بنشكي عليها المشكله يحصل موجود والله العظيم انك قطعتنا من اقسم بالله جد نحن بيها ايش اسمه يا ابو ابو راشد مرسل السمن والعسل ومخليه والدور الله يسقي والبر وين مخليه لا لا والله, والله حتى البر جابت امك يا محمد والله فيه ها البر جابته والدتك خلاص
خلص من اول. اي والله اخر ما سوينا انا وانت في الليل. الحين معانا عندك شيء؟ موجود. وباقي في كيس كبير. كيس مليان كبير. حرام عليك يا اخي سوينا يا ولد. لا لا يبا احد يقول له تكفى زين. ايش لبست اليوم؟ نبيها ان شاء الله في نبغاها اليوم بدري شوي. نبيها في جلسه كل شيء من بثقيل. الله وجهك. اضرب في النعمه بن عمره. اللهم لك الشفاء الحمد لله. نعمه فضيله اللهم سبحانه. لقى حجاء الحين راقد في الاسطبل. سبحانه. ايوه. حجاء. وش اسطبله؟ يا حي ذا الراس يا عزاء. وش اسطبله؟ عنده اسطبل خيم. الله يذكره بالخير. يا اخوي. بقول لكم شيء. مات جدنا يا اخوي قد مات قبل 70 سنة. بقول لكم شيء عنه. تدري انه ما مات الا بصعق بالكهرب. حي لا يموت. ابطا دق 400 سنة. اعلمكم شيء عنه عزاء. الله يستر عليه عاد طاح. يا اخي عنده جرأة في الطرح. قاعده يجلس معك. اكتشفت الرجل انا. الرجل ما عنده لف يمين يسار. حلو. الرجل هنا صافي. هنا ابيض. هنا نظيف. سلام. الان انت اخطيت كذا ترى يلا. ولا انك تقلب راسك ولا فعلا انت مخطي. الله اكبر. شو تسوي معه؟ هذا تقول بيض الله وجهك. قليل ندره ترى الان الحين اغلبهم يجامل يلا بس مشي. لا انت طال عمرك اشهد ان يجي اعطيك اياه في وجهك ولا ما ادري تروح. طبعا اشرف لي الكبير اني اخر شيء جمعني فيه انها مسابقه الشطه. يا ولد يا ضحك ضحك. خل التصوير والاعلام على جنب. يا ولد انفجر. الله يرحم الربو بس. وش الشطه وش هي؟ ابغى تموت. شد بالله. الشطه انا ودي الليله بالعمره. عليك طلبيه. سوى الليله. وش هي؟ شطه. كلموني بلا تحدي على الشطه انا. كلموك؟ اي أيوة والله قلت يا اخي انا الميت ما انا. زودوها. تدري اني قعدت يمكن حوالي 3 ساعات. ابوك كم واحد اخذهم؟ ها؟ ما حار يا ولد. اقول ما هي بذي شطه اقوى مندي، اقوى مندي بعيني. كم واحد اخذ؟ واحد اخذ مندي؟ لا بالملاعق. ما هو بصاحي انت، والله ما هو بصاحي. يا فمها. هذا قرحه هذا. ملعقة فيها. ولك شيء بعد يا مرزوق؟ اخر سؤال اللي سأله قالوا ادري ايش السور؟ قال ابيض. قبل ما يقول لك خذ لك ملعقة. يقول اين يقع السور العظيم؟ مدري فين قال. يقول السور الصيني العظيم. يقول كم يبلغ طوله؟ قال قلت لي ملعقة. ما قال لك خذ قال. هذا طول ذلك. قبل ما يجاوب قال لك عينه يقع ولا كم طول؟ كم طوله؟ قلت خلني اروح الدوام واعود لك. طيب اسمع يقولون ان خليفة من الخلفاء من رجال يبغى يقصد على العرب ويبغى يغدي شعر. فدعا ابو نواس قال اسمع هذه القصيدة. اعطاه القصيدة قال ما رايك فيها؟ قال هل اجاملك او افاجئك؟ لا فاجئني. قال والذي نفسي بيده ليس فيها من البلاغة شيء. صح الله. قال اسجنوه مع الحمير ومع الحصنة والاسطبل. قال يعطي شاهر عليهم. والله ودخلوا الاسطبل واسجنوه. قال الشهر منه يطلعه. يا منير ابيض ابيض. قال يا ابو نواس قال نعم. قال اسمع القصيدة واحد قصيدة ثانية. ويوم خلص وايش رايك؟ والله يهينك. عرف انه يقوم قال وين رايح؟ قال الاسطبل. فهذه هي ها. السور العظيم والعرب. انت شلونك؟ الله يحييك يا حبيبي. وديني خليته على قال رايح الاسطبل ولا قال رايح السجن؟ يوم خلص القصيده مره ثانيه فيني يقوم قال وين رايح؟ قال بروح الاسطبل مع الحمير والحصنة. يعني ما يعني نفس الماقة. الله يحييك الساعه الذي ما حمد جايبه. أم حمد جايبه مشاعر. ما ازمجني سالفتك ما بحور. ما عندك سالفه غيره؟ والله من يوم تولى المنبثق الله يبثق وجهه. حمر جرف الله تحديه الله يجعله في وجه الادم. الله لا يا حي الله لا يا الله لا يا سلام مرك. تعال يا بفقع
ضغط ايها اودع هذا احنا بنقربه من عند البلاط المشيخي قربوني من عند البلاط والقيشاني وكل شيء يلا هذا الرجال قادح قادح قدحة واصل الى نهاية القدحة والله لان في نهاية البرنامج والله ان اكبر خسارة تعرضت لها في البرنامج بعد خسارة طلوع اخوياي متسابقين اني ما جيت تم سلامة ولا تعرف الظروف تعرف الظروف والعذر اللي منعني والله ان السباق كله ما قصر راقد وعندنا شغل اشتغلنا هنا يمكن ساعة معود جاي نوم عذر يو ليلة البارح عجيبة بس جاني خبر انك بغيت تدخل في كارديال انا اشهد اي والله بغى يمر علي صبح مثل صبح الشرفات لكن الله سلم والله العظيم كله من اللي جسمه اللي معي بنزليغ معي بنزليغ جاء لا يبغى يركب قلت له لا تركب جاء طال عمرك ابو حصه يبغى يركب قلت له لا تركب يوم قلت يحرك ويا عاتير عاد هو عبد الله بنزليغ والله يذكره بالخير اذا بغى شيء بترك نشف في حلقك لين خذها غصبه انا ما بخرب الموقف ولا بقلب عده وتخرب الدنيا كلها وتركب يوم تركب الله يحييك كارديال تعرف كارديال بغى انا ادخل في كارديال ما شاء الله اي افطر وابشرك الرجال يعني من بثق حتى على الدباب الحمد لله منين جبته؟ حق راعي بقالة. ايه؟ ها؟ يا اخي انت ركبك جرب حق وظيفة. لو اني داري موظف. اسف اسف ما عليك. يا خالد يا خالد الى متى يا خالد؟ حجبه حق كذا انت تنقص من هيبة طيب هل عندك شيء بتدخله؟ عندك شيء بتدخله من البوابة؟ ايه انت. ها؟ انا شفت اغراض برا. باقي باقي في اغراض باقي باقي اغراض باقي باقي في اشياء بتنبتق معنا ان شاء الله. الله لا يحييك بالله بجيبها الله لا يحييك انت ما رقدت ما خضقت ارقد ايش كان ما رقدت وكملت في الليل الله يحييك الله لا يحييك اللهم لك الحمد حتى ترضى اقول اللهم لك الحمد حتى الدعاء مبادره ادعي يا اخوي خذ راحتك امس جتني اخبار يقول الدعاء مبادره اخبار الباب مبروك الزواج اي قالوا لي الشباب قالوا انه بحور زوجك ها تزوج ما دريت خاطب الله في مبادره وزواجه على 3 مراحل وانجابه على 6 مراحل وفاتح على 26 مرحله بلاي ستيشن لا ما يموت لين يختمها يا بابا رايت اختراع عليها اقول معه ميموري كارد عشان لا تفوته يوقف الانجاب ثم يجي اليوم الثاني لا مستورة مستورة لا بعد ابغى فيها تقابلنا انا وسلطان والله انا مستورة والله ما تقول لا والله تقدح تقدح قبل الثقافية مسافة مستورة دي والله خالد يعرضني من هنا طاير قلت شو يا ابو قال بروح اسجل براءة اختراع اشرب 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 خالد اقول لك قابلني من هنا متعدي من طاير شوف خيبة الامل قلت شو ولد وين رايح؟ قال بسجل اروح اسجل براءة اختراع وين؟ قلت شو مسوي؟ حق الثقافية؟ لا ولا يفوتك يا سلطان والله تقول معهم كنز راح فيها قلت له متحدي العيال الحين راح فيها مدينة الخامس ولا؟ اقول من قوة الموضوع تدري ايش السالفة؟ كم هم؟ 5 صح؟ بغي 2 اللي ماسك الموضوع ثلاثة هذولاك ما عاد احتكوا فيهم الا في الديوانية تدري ايش الطامة والمصيبة الكبرى اخذوا المركز الأخير ها تدري ما كتب بالحالي والله ولا يوفق ابن عمرو قال لي اسمع والله فزعلهم بالجوجل يا رجال ابن عمرو جاني اصلا بالفيديو بالفيديو يبون نفوز بحق الجمهور تصدق اول مره افوز بال الله يحييك يا ابو مع كل المقاطع اللي يسوونها حق لا عاد تدخلون معي هناك جيب الرجال شيل عليها لا عاد لا عاد تنافسون بس راح سجلها قادر لا ترى يمزح محمد ورب البيت مغير بطقطق انا شفتك دخلت وين؟ اما الدوار المصري ما عاد
اسمع انا اصلا جاي مقابلك عند المسجد يا معلم، ما انا بطقطق عليك. يا الباهي يا الباهي ما قابلني الا المسجد. انا جاي من هنا اخوي، انا جاي من هنا وانت مروح. من بدك ديروا الحوار اليومها هلا يا رجال. طالعين من المسجد قلت محمد، محمد تعال عندي براءة اختراع راح اسجلها. قلت انت مليون بالمية راح تسجلها. ذا يوم علمني وجهه تقول ما انا معلم. قلت لا ماني معلم. سجل اكيد ابو سلطان السني وابو حصه يمشون معي وقت المطعم. لا تعلمه قال لي سلطان السني لا تعلمه. لا انا بعد حالك لحالك هذيك معلمنا الموضوع. تعالوا البابك كلهم لحالك يا ابو اليوم ثق ثق قبل العشاء وبثوا. بس ترى يمزح والله نمزح طقطق عليك اللي هو انا والله يا رجل ليش وثق ثق وثق ثق عبد الله سعد كلنا لا في المطبخ. بس والله يا قادر ابدا صوت شيء قد حالنا كانت الفكره ممتازه. الفكره ممتازه بس التنفيذ كان صعب لان المكان لا مشكله ما قدر. المشكله في مشكله بس ما نبي نقول وش هي. مشكله في البادره. في المبادره في مشكله. احنا جبنا النص عيد يعني مو عيد كامل نص عيد. تعال 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 والله ابراهيم المعطش هذا. انا اسم ايش انا؟ اسم ايش انا؟ انت؟ بثقبق المعطش ذا بثقبق بثقبق وأعلمك وين وش راسته وش بجراس مانا الرجل مو سهل. بثقبق جامعة الملك سعود ابو حصة مكسر الدنيا. الرجل مو سهل ولد مخترع أقسام مخترع. الرجل مو سهل هنا مو سهل. تدري ليه؟ ما شاء الله عليه. تدري ليه؟ رايك أنت كشفته غير غير يضحك. مبتسم بارد وهادي. لا والله هدوء مو برود. ها؟ هدوء مو برود. هدوء هدوء. صح. هدوء جدا. يعجبني ذا اللي. ثق ثق. أبو محمد لا 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 هذه غلط. تحب الهادي صح؟ هذه خطأ. نجيب العيد نبدأ. أقول تحب الشخص الهادي. هادي لكن جبار في إيش في إنتاجيته. يا سلام. أنا مثلي. إيه ما شاء الله. أنا بقول لك حاجة. امزح اضحك تخبل بس أبغى إنتاجية. يا سلام عليك. سلبية أو إيجابية؟ صح إن إحنا نبغى إيجابية. أنا عن نفسي سلبية أو إيجابية. قولي ليش؟ ليش؟ لرؤية إن أي شخص عنده إنتاجية. ووصل إلى مرحلة أنه ينتج في المجتمع اللي هو فيه سلبي أو إيجابي ثق وتأكد أنه عرف الطريق الصحيح وأنه في يوم من الأيام بيسلك الطريق الصحيح. صح مثل الحين المراهقين. مثل المراهقين.